شايف ان الاكل جه رفع عليك كروته ضعيفه يا باشا، ده كروته ضعيفه يا معلم بكل وده يا باشا. لا 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 ده يا دوبك كده عقبال ما ياكل وجبه مع ربنا. فانا شايف يا معلم ده باشا كل انت بابا ده ما ياكل اكلكم كل يا عم. يا باشا كل اكل يا عم ده الراجل حتى متضايق وعامل ريجيم. يا سيدي ده حبيبنا والله. انت بقى انت كمان ده ده لا باشا ما باكلش ما باكلش كتير كروته ضعيفه. خد بقى انت الطبق ده والله خاسس وهفتان. طب انا شايف ان احنا كده نروح مشوار اتمنى ان انت بقى انا من المنيا من المغاربه من عزبه ابو الليل من بلد اسمها اه ما احنا تحذر حبيبي دي مش شرقيه اسوان اطيب ناس مش عندنا مش شرقيه هنا هنا واسوان انا اسوان يا باشا اطيب ناس يا حبيبي حبيبي يا باشا. ادريس عامل ايه؟ بالنسبه للمنصوره يا باشا طبعا هي مشهوره في الحاجه معانا مش عارف. لويس اتصل يا باشا. لويس اتصل يا لويس ولا لويس؟ هو لويس عمل شغل في المنصوره عادي الله يبارك لك. طلبت شغل عادي الله يبارك لك. انت مش عجباني. لا ما انا ما كنتش كبير على يعني انت كل ده وجاب لك درع اللي كنت طب ما انا بروح اكمل. تمام كده؟